في مكة المكرمة هناك العديد من الجهات باختلاف مهامها تقوم بالعديد من المهام خلال هذه الأيام. الزميل محمد شيخ مراسل الإخبارية تواجد معنا تحديدا من طريق مكة جدة بمكة المكرمة للحديث معه عن الجهود الأمنية. أهلا بك محمد معنا في ساعتنا الإخبارية، ومعك المزيد عن طبيعة ما يقدم من جهود أمنية. نعم، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة مشاهدي ومتابعي قناة الإخبارية أينما كنتم. ما زلنا نتابع ونستمر في تغطية الحدث أولا بأول، خاصة لحج هذا العام 1441 للهجرة. نتواجد الآن لدى نقطة أو مركز الضبط الأمني على طريق جدة السريع. هذه المنطقة تسمى بشميسي. هنالك الكثير من المركبات المارة التي تعبر من هذه النقطة، لكن تواجد أفراد الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق يسهل المزيد من هذه العملية في الكشف عن هوية ملاك أو المارين من خلال هذه المركبات، إذا كانوا معتمرين أو من الحجاج أو حتى من يعملون داخل منطقة مكة المكرمة. المزيد يلتحق بنا معي ضيفي من هذا المكان المقدم علي الشمراني، وهو قائد دوريات طريق جدة السريع وإدارة المواكب. مقدم عليه يعطيك العافية. بداية، كيف تشرح لنا انسيابية الحركة عبر هذه النقطة؟ مرحبا أخي محمد، ونحيي الأخوة المشاهدين. الانسيابية زي ما تشوفوا الحركة طبيعية، وهناك توافق بين انسيابية الحركة والعمل على ذلك مع فرض السيطرة الأمنية في الموقع. طيب، احنا شاهدنا بالامس ان هنالك كان عدد من المخالفين، لكن منذ يوم الامس والى هذا اليوم هل تم ضبط اي مخالف؟ الاعداد المضبوطه تم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصه، ومن هنا من هذا الموقف نؤكد، وبالذات في محور طريق الهدى ومحور طريق السير باننا لن نسمح لاي شخص لا يحمل اي تصريح بدخول مشاعر، بحكم انه هذا المحورين قريبة أو ملامسة لمشعر عرفة. نعم، جميل. طيب، لو نبغى نتحدث عن دور القوات الخاصة لأمن الطرق خاصة خلال اليومين القادمة، نعرف أن اليومين القادمة هي نفرة الحجيج من مكة إلى المشاعر المقدسة، ما هو أو كيف سيكون عمل القوات الخاصة لأمن الطرق؟ نعم، من بداية الموسم تم تشغيل كافة الإمكانيات وكافة الطاقات في المواقع استعدادا للموسم، ومستمرين على ذلك حتى نهاية الموسم بإذن الله وحتى تفويج الحجاج. طبعا تم تشغيل مراكز الضبط الأمني الثابتة على 6 محاور، وكذلك مراكز الضبط الأمني المؤقتة والطوق الأمني على المشاعر المقدسة، وتم كذلك تشغيل الدوريات على جميع المحاور المؤدية للعاصمة المقدسة، ونعمل جميعا في تطبيق الأمن، نظام الأمن الشامل الذي يهدف إلى تحقيق النظام الأمني وفرض السيطرة الأمنية على الطريق وفرض السيطرة كذلك المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية على الطرق ومرافقة حملات الحجاج المتجهة إلى مكة. شكرا لك مقدم علي، ويعطيكم العافية وجهودكم مباركة. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن هذا ما لدينا هنا عزيزي من هذه النقطة الآن، وما زلنا مستمرين معكم في التغطية الإعلامية عبر قناتنا الإخبارية أولا بأول. نعم، إذن شكرا محمد الشيخ مراسل الإخبارية من نقطة الشميسي الأمنية.